سؤالي كيف حقيت غير شيرات هذا الفيديو؟ جبت لكم حاجه شابه اللي تحطوها كاع. بون رانا في كلاسير راك ريزيدونس المنزه بوتيك جواهر. ما كاينش اللي ما يعرفها شاري عند التعريف هذا. شوف ما شاء الله عنده فرح شابين وداير لكم بروموسيون ومع طو شيرات ما تراطوش. عنده بزاف صوالح ما قدش نوريكم صوالح شابين بزاف. مرحبا بكم. محلكم المفضل جواهر راه خمم فيكم محلكم في بلقايد اون فاس حسن برومو باش يقرب لكم. كيما عبالكم جواهر هما مولوك لا بيجاما ولا جغي في وهران باقل اسعار. نجح المحل الاول اللي جا في بوان دي جور اون فاس الكلينيك دو ماتيرنيتي باش يقرب لكم حلولكم المحل الثاني هذا تاعهم في بلقايد. كيما العاده السلعه هي هي والاسعار توجور تنافسيه وما تلقوش كيفها ايور. لي بيجاما هادو اللي راني نوريهم لكم يبدو من 90000 كيما العاده، كاين تاع 100000 125000 حتى 250000. راه عندهم تاع الصيف كيما راه عندهم تاع دومي سيزون. كيما هاد لي موديل تاع ديزني اللي بزاف شابين راهم متوفرين بيهم بالبونطالون تاعهم، وكاين بليزيور موتيف يعني لو شوا راه عندكم. ومام في لي طاي راهم خمو فيكم وجابوا لكم كاع لي طاي. المحل كبير واسع وبان وين عندكم جهه خاصه لي كيمونو لي نويزات وثاني لي بيجاما اون ساتان كسو سوا بالشورت ولا بالبونطالون. والحاجه اللي عجبتني في هاد الماغازان سي تالمون واسع، عندكم ان لارج شوا يعني لي موتيف متوفرين كثر وكثر. لا ما ننسى لي سوتيان وثاني لي زونسون. واللي يعرفوا جواهر راهم على بالهم باللي معروفين بلا كاليتي تاع لي كيلو تاعهم وبالتنوع اللي عندهم وبليزيوغ طاي ثاني متوفر. راح لكم لي روب تاع الدار اللي راهم يديروا ما بين 70000 و 80000 هاد لي موتيف اللي راني نوريهم لكم، وفيهم ثاني لي طاي، وكاين هذا يدير غير 50000 وما كاش غير هاد الموديل، راهم كاينين بليزيوغ موديل ديسبوني. وكيما لو ماغازا الاول لي براسير راهم متوفرين غير ب 50000 فيهم بليزيوغ كولور اي بليزيوغ موتيف. لا روب اللي راني نوريها لكم بكل الوانها راهي دير غير 50000 ايماجين. قلت لكم هاد لو ماغازا جديد اللي جاي في بلقايد كبير وواسع ومشروح فيه بليزيوغ كوا، وعندكم تاني جهه خاصه لي بيجاما تاع لي زونفون فيات ولا غارسون، راهم متوفرين بليزيوغ موديل تاني بليزيوغ موتيف وفيهم لي طاي والسعر باطل. اللي ما يعرفهمش وين راهم جايين في بلقايد، هادي ريزيدونس المنزه جوست اون فاس ليها، راهم هنايا ومرحبا.